شهدت منطقة العاشر من رمضان وضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات، وذلك بالتعاون بين وزارة البيئة ومحافظة القليوبية. ويهدف المجمع الجديد إلى توفير الخدمات لمحافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى. جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على إصلاح المنظومة البيئية، وقد أشادت وزارة البيئة بالجهد المبذول في محافظات الجمهورية لمتابعة مراحل تنفيذ هذا المشروع.